بسم الله، يا اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله محاضرتنا عن الافكار، قوه الافكار، ذا باور اوف ثوتس. كامبريدج بتقول ان في حوالي 60,000 فكره بتيجي في الدماغ كل يوم، او بتدور في دماغنا يوميا. يعني on average في من 300 ل 1000 كلمه بتيجي في الدماغ، و 90% من الافكار دي سلبيه. يعني الحوار الداخلي اللي جوانا ومستويات الادراك، وسواء نيو سيلف او اولد سيلف، يعني عقليات قديمه او عقليه عندها نيورو بلاستيسيتي، ممكن تكون ريسبتيف لافكار جديده. المعادله بتكون واحده، هي نفس سيم رياليتي، نفس الافكار اللي بيفكر فيها، سواء بيفكر في افكار قديمه او افكار جديده، بتؤدي لنفس الاختيارات. نفس الاختيارات بتؤدي لنفس الاكشنز او الاحداث، وبعدين الاكشنز تجيب خبرات، وبعدين المشاعر، والمشاعر هي اللي بتخلينا نكلم نفسنا كل يوم، اما بالايجاب او بالسالب، عن طريق النيو كورتكس اللي موجوده فوق الفرونتال لوب في البرين، واللي فيها الثينكينج برين، اللي فيها الاناليتيكال مايند او العقل التحليلي، اللي ممكن نحلل بيه الاشياء عن طريق الحواس الخمسه، زي تيستينج ثينجز، سينج ثينجز، هيرينج ثينجز. والثينكينج برين في الوقت السايكولوجيكال تايم، اللي ممكن يرجع باك اند فورس، يعني ترافل باك اند فورس، يفتكر الام الماضي ويتخيل مخاوف المستقبل. والنيورو كورتكس فيها من 10,000 ل 40,000 كونكشنز بير نيورون. احنا عارفين ان في حوالي 150 بليون خلية عقلية في الدماغ called neurons، وكل neuron has its unique biocomputer. Biocomputer عبارة عن group of molecules، وعبارة عن supercomputer بس في صورة molecules و components جوه كل neuron، وبميجا بحوالي 60 ميجا بايتس من الرام، وكل neurons مسؤولة ان هي تعمل new connections. معنى كده ان هي بتعمل exchanging electrochemical information، لان البرين بيطلع electricity والقلب بيطلع magnetism. معنى كده ان البرين اكتيفيتي هتزيد لما يكون في كونكشنز جديده اكتيفيتد عن طريق سينابتيك كونكشنز. وبسبب السينابتيك كونكشنز احنا بنسمع الصوت اللي جوانا، اللي هو عباره عن الافكار والصور الذهنيه اللي بتغير حياتنا تماما نيورولوجيكالي وكيميكالي اند جينيتيكالي، بسبب السيلز دي ان اي within the nucleus. وده the genius of our genes، وفي محاضرة كاملة أنا هتكلم فيها عن الجينات والـ DNA بالتفصيل. يعني أنت بتكون كلماتك اللي بتقولها لنفسك، لأن لكل فعل رد فعل مساوي ليه في المقدار ومعاكس في الاتجاه. Newton's laws of motion: for every action there is reaction equal and opposite direction. معنى كده ان كل شيء في الحياة زي ما شوفنا عبارة عن طاقة. اي شيء بتقوله لنفسك وتكرره اكتر من مرة بيبقى اعتقاد او بليف. البليف بيتكون، ممكن يتشكل في شهر او شهور. اي حاجة في الحياة بتبقى state of being. الstate of being بيكون فيها attitude، بيكون من يوم لأيام، وبعدين يبقى بليف من شهر لشهور، وبعدين perception من سنة لسنين. أي حاجة بتروح للperception أو الإدراك هتتحقق في الحياة، سواء أنت واعي لده أو غير واعي لده. طالما راحت للperception خلاص انتهت، الموضوع انتهى، الحاجة دي لازم هتتحقق في الحياة. فخد بالك من الأفكار اللي جواك والمعتقدات والإدراك اللي بتشوف بيه الحياة. ومجموع الـ state of being دي اللي هي عبارة عن belief، عبارة في الأصل عن طاقة
ذهنية زي ما شفنا كده البارتيكل زي بيلف الالكترونز اللي اكتشفها جي جي تومسون بتلف حوالين النيوكليوس وكلها عبارة عن mental energy او طاقة ذهنية وعشان كده ده بيشكل حياتنا اما سعيدة ومروقة وغنية وهو ده القدر زي ما شفنا في محاضرة الذرة واما ناس فقيرة وبلاد متأخرة وحياة الآن بسبب مستويات الوعي والإدراك. طب ليه كل ده بيحصل؟ لأن المشاعر بتغير في الهرمونات منها السيروتونين والدوبامين والأوكسيتوسين. والأوكسيتوسين ثبت علميا إن الناس اللي بيكون عندهم passion وcompassion وكايند اللي هو مشاعر طيبة يعني الإنسان يعمل طيبات الجسم بيفرز أوكسيتوسين وسيروتونين. الأوكسيتوسين مش في العلاقات بس ولكن في هو المسؤول عن الوالبينجز والسعادة والرخاء طبعا بالتأكيد عن طريق قوة النية اللي بتغير في المولكيولز زي ما شفنا في كريستالات بتاعة المية عن طريق الأفكار اللي موجودة في الفرونتال برين frontal loop in the brain يعني information to translation عن طريق الفرونتال لوب المعلومات بيتعمل لها translation من information to translation تترجم لسيجنالز والسيجنالز دي تروح للكون. الحكاية دي في الحقيقة بتحصل عن طريق حاجة اسمها chemical messengers في صورة حاجتين neuro transmitters أو neuro peptides. يعني ايه الكيميكال ماسنجرز دي؟ بتبقى عبارة عن مولوكيولز مجموعة من المولوكيولز من الاموشنز جواها اكواد او باركودز انكريبتد هي اللي بتعمل انابلينج للسيلز ريسبتورز. السيلز ريسبتورز او السيلز دي ان اي هي اللي بتستقبل الالكترو ماجنتيك سيجنالز اللي جاية من الكون او عدة اكوان. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا جاي له بيدعي ربنا يا رب انا عايز مليون دولار يا رب انا عايز مليون دولار. تمام المليون دولار خلاص جات له لانه طالما دعا ربنا لازم الاستجابه تكون في الحال. ما حصلش بعدين هنتكلم فيها لكن القاعده الاساسيه لازم الاستجابه تكون في الحال طالما سالت الاله. المليون دولار جات لك خلاص اوريدي في صوره احداث ولكن السيلز ريسبتورز بتاعتك مش بتستقبلها لان الفايبريشنال انرجي او الذبذبات بتاعتك مش واصله لطاقه المليون دولار اللي هي المشاعر المليون دولار او هرموناتها. لو مش واصله دلوقتي كامله في محاضره الدي ان اي انا هشرح بالتفصيل وهتكلم عن حاجات كتير منها الفلوس. يعني معنى كده ان في health و wealth و happiness serotonin neurotransmitter و sadness و poverty neurotransmitter زي ما احنا شايفين في الصور وكلها بتحصل في ابعاد غير مرئية. طيب من هنا بنستنتج ان اللي بيشحن من طاقة الناس اكيد هيجيله احباط او اكتئاب لانه هيشحن مشاعر خوف ونقد يعني كيمستري من الخوف ونقد وشك ومقارنة ودي كلها حاجات سلبية. يعني الإنسان بيكون إما بلاسيبو أو نوسيبو. الكتاب ده بيتكلم عن البلاسيبوس إفكت دكتور جو ديسبنزا. باختصار الفرق بين البلاسيبو والنوسيبو، البلاسيبو إن واحد يكون عنده أفكار مثلا واحد عنده كانسر ولكن هو عنده perception انه يقدر يعمل quantum healing عن طريق الـ power of thoughts ويتشافى تماما من الكانسر بمجرد ما هيروح لمنطقة الإدراك السيلز كلها هتتغير وهتعمل reprogramming للجينات. معنى كده ان هو هيسحب signals عالية جدا، السيجنالز هتعمل positive energy للسيلز ريسبتورز وهتقتل الكانسرس سيلز وهيتشافى تماما. ودي عملناها كتير مع ناس وشفنا ناس كتيرة حكت قصص عن حاجات زي كده.
النوسيبوس هو عكس البلاسيبوس، زي واحد عنده اعتقاد ان هو هيجيله كانسر، هو اصلا ما عندوش كانسر ولكن عنده اعتقاد اللي هو هيجيله كانسر وبيعيش بالنوسيبوس افكت او السايكولوجيكال تريجرز عن طريق الافكار اللي بتيجي في الدماغ وبتروح طبعا للبرسبشن بتاعه، فبالتالي بيجيله الكانسر وهكذا في كل المجالات، مش في الهيلث بس ولكن في الويلث وغيره. السبب ان معظم الناس بتعيش بذبذبات وطاقة منخفضة بسبب ثلاث حاجات: الفيزيكال ستريس اللي هو التروما او بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، والكيميكال ستريس اللي هو التوكسينز او الدايوكسينز بيشحن من المجتمع طاقة بوليوتد اللي هي النيجاتيف انرجي اللي شفناها قبل كده او زي ما احنا شايفين في الصورة دلوقتي، والايموشنال ستريس اللي هي الليميتد ايموشنز اللي هي الفير والهيت والوري والداوت وكل الطاقات المنخفضة. دي بتعمل ستريس هرمونز، ولما بيكون في ستريس هرمونز بتبقى الهرمونات دي كفيلة ان هي تشات اوف الحياة، يعني الانسان بيبقى ميت وهو عايش. وبتعمل برضو كورتيزول هرمونز وادرينالين هرمونز، وده اهم هرمون موجود لان هو بيجي في بارت من البرين اسمه اميجدالا، والاميجدالا مسؤولة عن حاجتين بيلرز في الهيومن انتربرايز، هو الفير اللي هو الخوف والداوت، موجودين في الاميجدالا زي ما احنا شايفين في الصورة، لانه دايما مستني التقدير من الاخرين وما يرتاحش الا لما حد يقدره ويرفعه ويرقيه عشان السيروتونين، هرمون السيروتونين يعلى فيحس بالاهمية، انا مهم، انا ناجح، انا سعيد وهكذا. كل ده طبعا الايجو لانه بي ايج جاد اوت، ولان المفكر هو انت واللي جاب الفكرة هو انت، والفكرة هي السبب في التركيز، لان التركيز معناه الاتزان النفسي، والاتزان النفسي هو عبارة عن هوميوستاسيس وبيؤثر على الاوتونوميك نيرفس سيستم، وده السبب الرئيسي لمشكلة الدولار في مصر، لان الاوتونوميك نيرفس سيستم بيشكل التركيز، والتركيز بيأثر مباشرة على governing agency أو قوة المجال الطاقي بسبب المشاعر اللي بتحسها أو بنحسها كلنا سواء على مستوى الفرد أو الجمع، واللي بتبقى سلوك وبعدين عادة وبعدين تكون واقع أو reality في الحياة، إن ده بسعر وده بسعر تاني خالص، لان كل اللي بتفكر فيه بيستمر ويتسع من نفس النوع. واللي اكتشفناه ان 85% من الجينات بتبقى turned off او on، يعني بتبقى on او off، بتشتغل او بتقفل by signals، عن طريق الاشارات اللي جاية من environment of thoughts، افكار beliefs معتقدات او emotions، لان emotions هي اللي فيها barcode اللي اتفقنا عليها في اول المحاضرة، that we activate in our brain اللي بنفعلها في دماغنا. معنى كده ان الدنيا او الحياة او البلاد سواء متقدمة او متأخرة، ناس غنية او ناس فقيرة، هي عبارة عن كل ده بيحصل لان هم بيبقوا عبارة عن مستوى ادراك على مستوى الجمع، يعني global consciousness بيغير في الجينات بحسب المجال او البلد، يعني كل مجموع افكار quantized، الطاقة بتكون quantized هي اللي بتشكل الglobal consciousness للجين، ومن هنا بيتحدد مستويات الغنى او الفقر، مستويات المانجمنت في الباور والريتش والراشناليتي والويزدم او العكس، يعني مفيش مشكلة هتتغير الا لما نغير مستويات
ادراكنا no problem can be solved at the same level of consciousness at which the problem was created. إذن إحنا السبب في مستويات الإدراك, إذن إحنا السبب في اللي بيحصل لنا, إذا إحنا السبب يبقى نقدر نغير الكوز ده وبالتالي الإفكت هيتغير. عايز أسألك سؤال, بقالك قد إيه مستني حد يقدرك وناوي تستنى قد إيه؟ بقالك قد إيه بتحصل على نفس النتائج ومفيش فايدة أو مفيش تغيير؟ ده ما بيعملش تريجرينج جواك إن في حاجة غلط؟ عايز الآخرين يقدروك, قدر أنت نفسك, عايز تبقى مهم في الحياة, ابدأ اشتغل على نفسك, حب نفسك, طبطب عليها, عاملها باحترام, محدش يحسسك انك انفيريو او قليل. لما تيجي تبص على التراجكتوري بتاعة الانثروبولوجي او علم الانسان, هتلاقي الانسان جواه كنوز من العملات, لو استخدمها هيحولها لعملات دولار او يورو او اي عملة قوية. يعني كل حاجة جواك بتتغير اوتوماتيكيا, العمود الفقري كل 3 شهور, الكلى والكبد كل 6 اسابيع, المعدة كل 4 ايام. ومعظم الناس ما بتشكرش على حاجات بتحصل ليهم او نعم موجودة عندهم, ومش بيلاحظوا النعم دي تأثيرها ايه على الانسان, وبالتالي بيعيش بمشاعر تذمر, ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن 95% من الناس ما بتشكرش, وبتبقى بيعيش بباترنز موجودة في السبكونشس مايند فيها مشاعر نقد ومقارنة ولوم, عمال يقارن نفسه بالآخرين ولوم طبعا على حظه زي ما هو فاكر او معتقد, لانه بالطريقة دي عمال يعمل كرييشن لحاجتين, psychological change و physiological change. الناس بتسأل طب نغيره ازاي؟ نغيره اننا نحترم اهل التخصص, يعني go to a specialist, ومن هنا ممكن يبدأ يعمل معاك conditioning جديد او reprogramming للجينز او السيلز, دي ان اي. الحاجات دي موجودة كتير في امريكا وفي اوروبا, عن طريق ممكن المنتال ريهلسل او المديتيشن, ممكن تشتري كتب او تشوف فيديوهات او تحضر كونفرنس, لان بالطريقة دي الانسان هيبتدي يعمل او يبعت سيجنالز جديدة. سيجنالز جديدة يعني جينز جديدة, يعني مايند جديد, لان نيورونز جديدة, السيركتس اللي موجودة في الدماغ عن طريق البلاستيسيتي, يعني نوع من الانستاليشن زي السوفت وير اللي بنزله لللابتوبس, ده برضو انستاليشن ولكن في صورة نيورولوجيكال سيركتري. To think from that new level of mind, ان انت بتكون عقل جديد بافكار جديدة, وبتشيل وبتنسى كل الافكار القديمة والميموري, يعني بتبقى act as epigenetic variations او changes للجينز اللي موجودة في الخلايا بتاعتنا. ومن رحمة ربنا ان البرين سيركتري والنيورال نتوركس والبرين كيمستري والجينيتك اكسبريشنز كلهم موجودين في الدماغ, وكل الناس لها اكسس على الابيجينيتك فارييشنز, يقدر يغير فيه زي ما هو عايز ويخلق اي منتجات او اي رزق هو عايزه, لان السماوات والارض وما بينهما كلهم جميعا مسخرين, وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. يعني كل حاجة فينا بتتغير الا الافكار. الافكار هي منطقة حرة, وربنا جعلها حرة لان هي منطقة مساءلة ومسؤولية, ذلك بان الله لم يكن مغير نعمة انعمها على قوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم من أفكار وقناعات، لأن الأفكار بتأثر على الإيموشنز، والإيموشنز بتغير زي ما قلنا في psychological change أو variation. عايز توصل اتحمل المسؤولية كاملة، مسؤولية حياتك كاملة. محدش هيشيل الألم اللي جواك ولا الكونفليكس اللي جواك ولا مشاعر الخوف ولا هيشيل عنك المسؤولية. الإنسان اللي لا يتطور ولا يطور من نفسه ويطهرها ويزكيها ويصرف على العلم ويكون قوي هينقرض. والبلد اللي لا تأخذ بأسباب العلم هتنهار وتفلس نفسيا وماديا واقتصاديا وسياسيا. وانا بشوف ان نفسيا هي اخطر حاجة، لان الالم النفسي بيأثر مباشرة على الوضع الاقتصادي بسبب الخلل الطاقي اللي بيحصل في صورة كيمستري، كيمياء من الخوف والشك والنقد والمقارنة، وطبعا اخطرهم الظلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لأن الشخص هيحس طبعا بالقهر، وعملة الظلم هي انهيار البلاد اقتصاديا ونفسيا، لأن الشخص مش هيلاقي رد على شريط الأفكار اللي بيجي في دماغه، لأن مفيش فريم وورك للإيكونومكس والساينس والريزن والهيلث والويلث، فهيحس ان هو متلخبط. طب ايه الحل؟ الحل ان كل واحد يبتدي بنفسه، كل واحد يصلح من نفسه ويطور نفسه ويقول انا السبب في اللي حصل لي وفي اللي حصل حواليا وفي المكان اللي انا عايش فيه. ومن هنا تبتدي تشحن من طاقة الإله، واي حد بيشحن من طاقة الإله هيشحن طاقة بالبوزيتيف حتى لو كان الشيطان هو اللي بيحكم. اي حد بيشحن من طاقة الإله لازم هيوصل لمرحلة السكون اللي فيها الفراغ او السلام الداخلي، وهي مرحلة الانوفيشنز. مرحلة الانوفيشنز هي مرحلة الورلد كلاس او الافاتارز او السلف مليونيرز او بليونيرز او كل ما هو عظيم. والسكون ممكن الانسان يوصل له عن طريق الترانسندنتال ميديتيشن، لان ده من اعلى الذبذبات في الكون اللي هي الجاما ويفز. كنا وضحنا الذبذبات في محاضرات فاتت قبل كده. والسكون هو نقطة الاتصال بين العالم الفيزيبل والعالم الانفيزيبل، العالم المرئي والغير مرئي. ده المكان الوحيد اللي فيه elevated pure consciousness ممكن تعمله في يونيفيرس، ولو انت متطور اكتر ممكن تعمله في multiverse بالconsciousness هنا وهنا بالthought energy. فاذا فراغت فانصب للافكار الملهمة والعملات اللي بتجيب الدولار والاختراعات والنظريات، لان ده كل القيم مصدرها نقطة الفراغ. فانصب، لان الافكار يعني العملات يعني الدولارات او اليوروهات، كل شيء قيم من ذهب او غيره هو عبارة عن فكرة. واتاكم من كل ما سألتموه، معنى كده ان المعلومات في اليونيفيرس و في المالتيفيرس موجودة في البلاك هول. المعلومة في اليونيفيرس، اي معلومات او اي افكار انت عايزها هتلاقيها موجودة في اليونيفيرس.
وفي البلاك هول المعلومة مش هتروح. صحيح ان لو اي حد راح هناك الماس انرجي بتاعه هيتغير, nothing can escape, not even light, لان مفيش سرعة بتقدر تعدي سرعة الضوء في اليونيفيرس. ولكن في المالتيفيرس في اللي هي الكونشسنس والمعلومات اللي موجودة في البلاك هول هتخرج وهتعدي سرعة الضوء سواء في اليونيفيرس او في المالتيفيرس. معنى كده ان كل اللي انت بتسأله, اي حاجة بتسأل ربنا عليها هي موجودة, ولكن الزبزبات بتاعتك هي اللي مش مناسبة مع طاقة مثلا مليون دولار, مع طاقة المليون دولار مثلا. الشيء اللي انت سأله, الزبزبات بتاعتك مش مناسبة, فبالتالي السبس ريسبتورز مش بتستقبل الجواب, وممكن تتأجل. بس الاصل ان هي بيحصل استجابة مباشرة. معنى كده ان لو الشيء اللي احنا بنسأل عليه لسه ما تحققش في حياتنا, يبقى احنا لسه ما عملناش اللي علينا, وبالتالي عملة افكاره لسه ما جات لناش. عايز تبقى غني ادرس الغنى, عايز تبقى سعيد ادرس السعادة, عايز تبقى مبدع اشتغل على نفسك وركز على امكانياتك وقدراتك وطور وزكي نفسك. ولا يفرق معاك شكلك ايه قدام الناس, ولا يفرق معاك تقييم الناس ليك ايه, المهم تقييم الاله ليك ايه. يعني ربنا شايفك ازاي, وربنا بيشوفنا بالقيم ومش بالشكليات. فكر ازاي تنتج المنتج وتسوق للمنتج ده باحدث اساليب الماركتينج. حاول تسأل مديرين كبار تكون انت عارفهم ويكون ليهم achievements. اسألهم ايه الاستراتيجيات اللي كانوا بيستخدموها, اسألهم لو عنده فكر جديد, معلومات جديدة, هو اكيد هيجاوبك, هيدي لك المعلومات اللي انت عايزها. اللي ما عندوش منتج او قيمة هيعيش فقير, وهيعيش بمشاعر قلق وتوتر, ومش هيكون عنده اتزان نفسي. معنى كده ان هو مش هيحس بالساتسفاكشن, او مش هيكون دايما راضي عن نفسه وعن حياته. اقرأ كل يوم 40 دقيقة, لان المعلومات بتعمل اكتيفيشنز لنيو فيلز ونيو فيلز, يعني نيو كونكشنز ونيو كونكشنز, يعني كيميكال information والالكتريك information in the brain, وهي دي اللي فيها الحياة. وعشان كده انت بتشوف واحد بتحس انه ميت, وواحد تاني بتحس انه very life. عيش بالحب وثقافة الاحسان والتواضع, وسامح الناس وبالذات اللي ظلموك او اذوك, لان لما بتسامح بتعمل ريليزنج لكل الطاقات السلبية, وبالتالي تقدر تستقبل الافكار اللي انت عايزها. عيش وكأن النهاردة اخر يوم في حياتك. يعني لو النهاردة اخر يوم في حياتك, اللي هتكون حابب تعمله؟ ركز على نفسك والنتيجة مش بتاعتك. ربنا امرنا بالسعي ومش بالنتائج. يا رب تكون المحاضرة مثمرة ونافع عليكم ايا كان مكانك في الكون بتسمعني. شكرا لوقتك. لو عندكم اي اراء او تعليقات اكتبوها او ابعتوها, والى حلقة قادمة ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.